استئذان رحيما لطفك أما البرايا كل نفس تكل نفس إلا الحبيب أمتي محمد قلبي وروحي في داه سيدي ليس أني ترى راحتي هي دوما في هدى ليس يس لنا شوى أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي أنا لها ولد الحبيب وحاضره متوارد ولد الحبيب وحاضره.
Oh.
الشرقات النور نبينا فضه الكون وسرور في ربي Yang kami hormati para alim, para ulama, para yai, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa dan jajarannya, yang saya hormati pula saudara-saudara Banser, para panitia peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, yang saya hormati Majelis Qosidah Al-Mutasidah dan jamaah hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pembacaan Maulid Simul Duror, mari kita nyadong berkah barokah kepada para kekasih-kasih Allah, sehingga Allah menurunkan berkah pada malam hari ini, sinambung kepada kita semua, sinambung kepada keluarga kita yang ada di rumah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Biniyati ridho illah. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد
wa ila hadrat sayyidatina Khadijah al-Kubra thumma ila an sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ila hadrat sayyidina Ali al-Murtada al-Fatihi ila hadrat sayyidina Hasan wa ila hadrat sayyidina Husain wa ila hadrat sayyidina Ali Zain al-Abidin sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Muraidi wa sayyidina Isa ar-Rumsal Muhajir illallah Ahmad bin Isa wa usulih mabruhihim الفاتحة إلى حضرة سيدنا علي خليل جوزم سيدنا محمد صحيح مربد وإلى حضرة سيدنا علي بن محمد صحيح مربد وإلى حضرة سيدنا علوي بن محمد صحيح مربد وعلى آله وذريته وأهل بيت رسول الله أجمعين وصحابته والتابعين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان وسيدنا حمزة والأباس وسيدنا بلال وإلى حضرة أولياء الله تعالى أهل بدر الفاتحة إلى حضرة أولياء الله تعالى لأهود وإلى حضرة أولياء الله تعالى لخندق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة سيدنا بقيه المقدم سيدنا أم البقيه المقدم وإلى حضرة الشيخ عبد الرحمن السقاف wa ila hadrat fakhrul wujud sayyid Abu Bakar bin Salim wa ila sayyid Abu Bakar Syakran wa ila hadrat sayyid Abdullah Idrus wa ila hadrat sayyid Abdul Rahman Al-Attas wa Syari Baras Al-Fatiha ila hadrat Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrat Kutbil Jami'il Maqam wa Ghaidil Azam Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadiri qadazallahu zirrah wa ila hadrat sayyid Abdullah Haddad wa ila hadrat sayyid Abdul Rahman At-Tawil wa ila hadrat sayyid Abdul Rahman Basurrah Al-Fatiha ila hadrat Awliya ila Ta'ala Al-Tarim wa ila hadrat Awliya ila Ta'ala Al-Zanbal وذوي الحقوق أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفع بركاتهم وكرماتهم وأنوارهم وأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة أولياء تسع في جاوة وإلى حضرة الشيخ مولانا إبراهيم الفاتحة إلى حضرة كنجنج سنان أمبل وإلى حضرة كنجنج سنان بونان وإلى حضرة كنجنج سنان درجات الفاتحة إلى حضرة كنجنج سنان جيري قدس الله زره وإلى حضرة سيد جعفر صادق كنجنج سنان قدس قدس الله زره الفاتحة إلى حضرة كنجنج سنان موريا وإلى حضرة كنجنج سنان كاليجوغو وإلى حضرة كنجنج سنان غونغ جاتي قدس الله زره الفاتحة إلى حضرة سيد عبد الرحمن مقدوم قدس الله زره وإلى حضرة داتوك مسيح وإلى حضرة بانجران شودر نكورا وإلى حضرة سيد هندرو كسومو وإلى حضرة سيد سوليه غامبيران وإلى حضرة كياغن غيرين جامبيان والفاتحة إلى حضرة الشيخ جانكونغ لاندو وإلى حضرة كياغن غرانغ الفاتحة إلى حضرة الشيخ أحمد متوماكين وإلى حضرة كياغن غيرينغان الفاتحة إلى حضرة سيمبه رونغ كسومو وإلى حضرة سيمبه بادي سوتشن وإلى حضرة كي عبد الله السلام الفاتحة إلى حضرة كي أرواني وإلى حضرة كي تريحان الفاتحة إلى حضرة كي أسناوي وإلى حضرة كي سامسول هذه كلوتان وإلى حضرة كي سهيد كمادو قدس الله زره وإلى حضرة كي صادق الفاتحة إلى حضرة الحبيب جعفر الجاف الفاتحة إلى حضرة حبيب حسين ورباتان وإلى حضرة حبيب علي كويتان الفاتحة إلى حضرة حبيب علي بومر قدس الله زره وإلى حضرة الحبيب عبد الرحمن بوكيدوري قدس الله زره الفاتحة إلى حضرة الحبيب بكر السقاف وإلى حضرة صلي الحميد تنقل وإلى حضرة الحبيب أحمد كموسو تمبل جوجا قدس الله زره الفاتحة إلى حضرة كي حميد بسروان وإلى حضرة كي أمير كجوران قدس الله زره وإلى حضرة كي حسن كينغون قدس الله زره وذوي الحقوق أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفع بركاتهم وكرماتهم وأنوارهم وأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة صاحب المولد الحبيب علي الحبسي وإلى حضرة الحبيب علوي الحبسي الفاتحة إلى حضرة الحبيب عنيس الحبسي قدس الله زره وإلى حضرة ولي قرية قيسى سكو ببوك قدس الله زره وذوي الحقوق أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
وينفن بركاتهم وكرماتهم وأنوارهم وأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صلوا على النبي محمد. يا أيها النبي والكوكب ضاري. ثابتين الأقدام القويم بصحبة هذا الرسول الكريم، وادخلنا وإياهم في حزب المفلحين، ويمنوا بالشفاء ولطف النخاصة
ولإخواننا المؤمنين عامة وجنا وذرياتنا أجمعين من الراضين المرضين الهادين المحدين ومن حضر هذا الجمع العظيم يتب الله من عباد المتقين الصالحين وأن الله يحيي قلوب بما أحيا قلوب العارفين ويأتبنا وذرياتنا في ديوان من عباد المتقين وثبت قلوبنا وألسناتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أكرم داء يدعو إلى الحال. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد المصطفى الصديق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منتك وأسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بدك تهجى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسله وساهل ما قد أوان. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بالحمل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك يا زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك يا زين الأنبياء.
قابل سلطانه الواديه البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه علامته عظم شانه خلق الخلق حكمة وطوى عليها علما وبساط له من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة
تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود، فترت في وجودها غلاف الوجود ودرجت برد العوالم بدراز تكريم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بارك لولاله، تجلى حقه في عالم قدسه واسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنهزر أفراره بتعداد ولا يمد قصره بكسرة ترداد، حيث أبرز من علم إن كان صورة هذا الإنسان، يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من سر تسرى بقلب منيب إلا من شبابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب يا لقلب سرارا به اللسان ويحر في دعاء كل مآله الجنان. انتشر منه في عالم البطول والظهور ما ملأ الوجود حلقي نور، فتبارك الله من إله كريم
بسرت آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجد هذه بسر وطلقها بقلب سليم فقضي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك Kekasih kita Nabi Muhammad Mari bersama-sama Idola kita
salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga. Ya Rasulullah, sama-sama qasidah ya, nanti dijawab. Nabi putera Abdullah, Nabiullah Muhammad. Bisa ya, semua yang keras ya. Manusia yang sempurna, manusia yang mulia, Allah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Siapakah Nabi kita? Nabi Allah Muhammad. Siapa panutan kita? Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Kami cinta padamu, kami rindu padamu. Semua yang hadir di sini rindu Rasulullah, cinta Rasulullah. Mari kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Mari semua kita yang hadir di sini angkat tangan semuanya. Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Mari semuanya. Ku harap syafaatmu. Ku ingin kumpul denganmu. Biallah Muhammad wa واغفر لنا ما مضى سيالك ربي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوات الله أتسمو نبي Allah Muhammad Maula ya salli wa sallim daiman abada
صل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرض بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على علي اليقين من سر ذلك الإدعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا الذي العبد الصادق في قوله وفعله ومخلق عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفره عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم من منة تكرم الله بها على البشر وما عسى من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بجل الصلوات أجمعيا واستحيات وأوسعيا على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موات الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سري تقلق فيه وهم به ويقبض بها بناية الله في خصبه والعلى وصحبه الذين ارتقوا سهبة المجد بقربه وتفيعوا دلال الشرف وأسليه بوده وهم به ما أذكر الوكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألق سرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تنصير البشر الكريم بتقديم وتكريم لافتت الدقرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلق سبيدة التصوير في العالم الملك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وسل الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتكل في بروزه لتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأمدار الأزلية بما قدس وأثرت به من سر ذات النور ما أثرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى أبرز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر ونور الحي بالأذكار ظهوره وبهر فتعلق سمة الراكم لهذه الخروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسر من شارع صافي هذا الموصوف تسويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويح المتعلقين في هذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأكنام أن سؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أسراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين
وبك يسرى يده في الكون منصورة على مي الأيام والشهور والسنين. دعمت الكفيات الخضرة الكريمة ولا يجد سوك إلى سماء الأوصاف العديمة. ولأ الله ينبو به متكلم والسامع, ولأ الله ينفع به متكلم والسامع, ولأ الله ينفع به متكلم والسامع. فيدخلان في شفاة هذا النبي السافي, ويدروحان في روك ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك لي ولك وأحسن مياك لم تركت عين وأطيب مياك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما semuanya. Ahmad ya Nurul. Oh, God.
صفات هذا الأمر المحبوب الكامل والشمائل التي يحسن شمائل وخناسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من حبار وضار ليتشرف بكتاب الكلم والكرطاس وتنزه في الحدائق الأسماء والبصور وقد بلغنا في الحادث المشهورة
أن ونش خلق الله والنور موده في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول محلوك برز في العالم ومنه تفرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقدر الرزاق بسنده أنجب نبني الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أحبرني أنا أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبينا في خلق وآخرهم في البث وقد أدت الرواية بخلق الوجود وشرافهم مولودا سادت الأبدية لها ملاحظة حفية اتصت من شاءت من البرية بكمال الغصوصية فاستودد هذا النور المبين أسلم ومتون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى يدل العلم القديم إلى من خصصته بتعليم أبيه الكريم أمد الله أمد المنطلب ذي القدر العظيم وأمي التي في مهاوف آمنة السيدات كريمة آمنة فالسلب عبد الله فقو إلى بثنها فتمد أشياء بمونة الله محافظة على حق هذه دروته وسونها فحمده بريايات الله كما ورد حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشد منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد شرم حمله وقرب وقت بروزي إلى لم شهدته لتنباس طال الفيوضات الفضل وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد إلّن إلّن سيرا ما ننصى تمرا وقل مغاجي mumpung turun pirawi molo ikat curupati eling eling sira manungso sanana ikat jana nabi akena solawat nabi barang jamaah maulid nabi Allahumma سيدنا محمد
أحيائي اللهم Allahul
والجماعة. في سرور وابتهاج بقرب ذور شراك هذا السراج والأيون وطن إلى بروزه متشوقات إلى تكوت جواهر الكنوز وكل دابت لكويس نطقت بفسيح العبارة مولينا تنبيك مال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تدفي هملها بغلام من بركات وسعدات يد الإمام والتزل الأرض والسماوات متضمنا بالفرح بملاقات الأشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنكل في البطون والدهور فر الله في الوجود بحجتنا تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريفي وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرم وادي هذا الحبيب الذي السماوات وأرضنا ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلى الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله Ya Rasulullah
قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وتلوات الذي رتب الله لحضور وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور النمود وبرز حامد المحمود متنا لله بتعظيم والسجود وحل الكيام صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
من بدن أمه برز رافعا درفه إلى السماء مميا بذلك رفي إلى أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مغخولا مغدوا سرا تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة وما برزي إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه من الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ليدنا فاستلف سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قال ثم ألبسته ورجعته فلن أنشق أن قشيتني دلمة ورعب وكشعريرة أي يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والدلمة والكشعريرة أي ساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وإن عينينا يدي في كل حين ترعه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وأشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم
صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد الإحياء وإعلاء دين الإسلام bareng-bareng semuanya وإظهار شعائر على طريقات جمعية نهضة العلماء وإظهار على طريقات جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 سبت وانصر الله صل عليه جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية لإعلاء كلمة الله Oh!
serba serbu, serbu. Kita kembali pula sama lo kita yang mana. لا يكون ولا يفعل إلا معروفا.
له الحلق السهل ولفظ المطول المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم وأرملة وله مع سهولة عليه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل به تعطرت الطرق والمناسل وبأرف ذكره تطيبة المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد في حلقه وحلقه بأشرف حسوسية فما من حلق في البرية محمود إلا وهو متلقى زين الوجود أجملت في وجه الحبيب وسعني وله الأولى في مجده ومكاني أوصاف زكاة على مجدها أحدت على نجم صهاب إناني صلى الله عليه وقد بسط القلم في تدوين ما أفده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم والتعديم والحلق العديم صلى الله عليه فحسن مني أن نمسك إنة لك نام في هذا المقام وأقرع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل عظم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا ربنا يا Putri Harap
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. ولمن الفكر من الصف المحمدية الأقودة توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجساني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وإنتاب عمل في عمل المعمولة، وتوجهي في والسلة الموصولة. اللهم يا الله، اللهم يا من إليه تتوجه أنفاض ظافرة، وعلم ابن سيد تحت رحال فتحشى من فيضات الغامرة، نوجهت إليك والسيد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيد محمد من رسالة العالمين، أن تصلي تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ السرك يا الله، وحمل رايتك دعواتك الشاملة اللقب الأكبر المهبول المحصن في الشرف الأفكار قربي ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وزي كرسي سريع لحل المدادك سيد الكونين وشبب ثقلين العبد المحبوب الخالص منك بأجل الخصائص. اللهم صلي وسلم عليه وعلى أصحابه وعلى ترابه من أحبابه. اللهم يا الله، اللهم إنا نقدم إليك جهنم الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسق بعنايتك يا الله، وأن تحفظنا في قلوبنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تشفي قرب إليك أحد الحبيب غاية عملنا، وتقبل منا ما تحرنا في منياتنا وعملنا يا الله، وتقبل منا ما تحرنا في منياتنا وعملنا يا الله، وتقبل منا ما تحرنا فيه منياتنا وعملنا، وتنصر هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائد من السالكين ولحق من المؤدين وليهدك من الحافدين. اللهم يا رب، اللهم في الرحمة والصدق فلا تحرمنا جميلة يا وسيلتنا إليه، فلا تحيبنا آمن بك يا الله وبرسولك يا الله وما جاء من الدين، وتوجهنا منك مستشفئين أن تقابل أمورنا بالغفران والمسيئة بالإحسان يا الله، والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن نصر هذا الحبيب وزره ومله وظهره ومبركاته وشريفه وجهاته أولادنا ووالدينا يا الله، وقدرنا ودينا يا الله، وجميع المسلمين والمسلمات يا الله، والمؤمنين والمات في جميع الجهاد، وأدم رأيات الكويم تاري منصورة ومن الإسلام والإيمان بأحمى أمورة مأنا وسورة، واكشف اللهم كربة وكربين واغذي دينا ونين يا الله، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، منصور عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبعتلى نواهي والأقطار وأيدهم تاريم عندك، ونسن على معاندين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكي من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكي من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكي من الذنوب والخطايا، واجمعنا في أمري بدعاء حتم القائمين ويتفيتنا فتم المسلمين مؤمنين، وحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله، وحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله، وحتم لنا منك بخير أجمعين يا الله، وصلي وسلم محبوب يا سامي والأرواح والقلوب والآل والصحبه ومن إليه منسوب، وحيروا دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالقبول بجاه ظهر رسول سيد الوجود محمد الفاتحة.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang langgunipun dipun maafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Padang bolan, padang kaya rina. Yeah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.